مساء الخير. الليل هعمل معاكم الفول المدمس، فول زي الزبدة، طري جدا، أهم حاجة إنه نظيف، عاملينه إحنا في البيت، ممكن يتفرزن ويقعد في الفريزر، ينفعنا يا رمضان للسحور أو للفطور. يلا نشوف كيف طريقة تحضيره. عندي كيلو من الفول نقعته من أمس بالليل، يعني لمدة 10 ساعات في موية دافية، والصباح غسلته وصفيته من الموية. هنزله في حلة كبيرة، بعد كده حاضف له كوباية صغيرة من العدس غسلته كويس برضو، وحاضف له طماطم شلت القشرة بتاعتها وقطعتها ناعم، وبشرت جزر ناعم، وبشرت برضو بصلة صغيرة ناعم، أهم حاجة تكون ناعمين. بعدين مع تسوية الفول بيدوبوا تماما، ما بكونوا ظاهرين أبدا. كمان حاضيف نص ليمونة كبيرة، الليمونة عشان تمنع تسود الفول تخليه لونه فاتح. حاضيف كمان ملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة من الكركم، الكركم عشان يدينا لون الفول الحلو. وبعد كده حاضيف جكين من الموية أو موية زايدة من الفول، ضعف الفول مرتين، المهم كمية وفيرة من الموية. هشغل النار على العالي وأخلي الفول لغاية ما ياخد غلوة أولى، يغلي كده في الأول، أول ما يغلي معايا بعد كده حوطي النار خالص وغطيه بورق قصدير عشان نمنع البخار إنه يطلع، نعمله زي حلة الضغط، وأقفل الغطا كويس جدا. هخليه لمدة 2.5 ساعات على نار هادئة جدا لغاية ما يستوي معايا، وكل نص ساعة ممكن أديه تقليبة. لو احتاج لي موية نضيف موية حارة، بس ما نضيف موية باردة، لأنه نضيفنا موية باردة حتفصل القشرة من الفول. كده بعد 2.5 ساعات استوى تماما معايا الفول، وكل شي داب، شايفين مظاهر ولا طماطم ولا بصل ولا أي حاجة. كده الفول جاهز معانا تماما، شايفينه دايب خالص ومستوي تماما. نعبيه في علب، بعد ما يبرد تماما ممكن نعبيه في علب أو في أكياس وندخله الفريزر. وبكده انتهى الفيديو معانا. ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. مع السلامة، في أمان الله.